اليوم انا الميلت متاخر دعواتكم وعقبالكم يا شباب. يا هلا وسهلا باحلى سناب شات واحلى فانزات، زي ما وعدتكم امس انا راح اكون في اللوبي تقريبا 10 دقائق بشرب لي تركيش كافي، اللي يلحق علي كنبه واللي ما يلحق علي عاد هذه مشكلته. اهلا وسهلا. واحد 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 واحد، انت اول واحده، انت اول واحده، تعالي يلا تعالي يلا. خلاص بخ، انا ما امشي زي. شفت مقطع ياسر؟ منو ياسر؟ اما ما شفته، شوف ارسلت لك. شوف 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 يا فهد، شوف هذه ضريبة اللي طارد الحريم يطردهم من مكان لمكان، يستاهل وهو وجهه. سبحان الله. الزبدة يا عيال، حاط المنبه من الساعة 9 وما قمت للساعة 11. يوهو، ما شفتوا مقطع ياسر؟ مقطع ياسر وشو ذا؟ يا بويا مقطع انتشر وصل كل الجروبات واصل جدة. ورنا ورنا اياه. تعال شوف. اوف اوف اوف. وانا اقول ادق عليه ما يرد. أثره منطرح. انطرح ولا ما انطرح؟ ما عليه منه. الزبدة صار مشهور. السلام عليكم ورحمة الله. عمر جيب لي كاسة موية على بال ما تسنن. والله مالي خلق يا جدة، توني صاحي وما بعد روقت. الله يصلحك ويهديك. بس الله أكبر. هلا سنابيون، بصراحة توني قايم وما أدري وش أفطر، وش رأيكم؟ الله أكبر. لحول، خربت السنابة. سنابيون معليش، هذه جدتي تصلي. آسفين. أحلى كاسة موية لأحلى جدة. توك تقول ما أنت بجايب لي؟ أكذب، أقصد أمزح، أصلاً أنا أحبك وأموت فيك يا جدة. يا الله إنك تصلح عامر وتهدي. دقيقة دقيقة جدة، قوليها للسنابيين. يا الله إنك ترزق آل سناب الجنة وتصلحهم وتهديهم يا الله. آمين. سمسم يبا يلا جاية. هلا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة. وش لحظة؟ توني محمل سناب بصور زي بنات ما صوروا. لحظة يا بنتي، هذا مطعم بخاري، وش تصورين؟ تصورين مطاعم؟ ليش ما تطبخين انتي وتصورين؟ طيب خلاص بسرعة يا بنتي. الله يرحم امك اللي ما كنا نعرف المطاعم، ما عرفناها الا على وقتك. هاي سناب شات، طبعا الحين انا في وادي حنيفة، الجو مرة عليل، سياحة داخلية مرة متعة. لندن يا حبيبي، فرحان بوادي حنيفة يا الزلابة. أنا الزلابة يا المخيس، أوري أمك السفرة وين الثانية، أنا أوريك يا شيخ. أوف 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 أوف، 36 ألف مشاهدة. أتحداك يا كبير، أنت عامر يا كبير. الله يخلي لك جدتك يا عامر. آمين. سلم لي على جدتك، ترى كلنا نتابعك عشانها. الله لنا، قاعد أحفر في السناب سنة كاملة وما عندي متابعين، والآن 36 ألف مشاهدة من صوت جدتي بس. أتحداك يا شيخ. هلا والله بالسنابيين، هذه جدتي اللي ما شافها يكحليونها. هلا والله أتحداس. هلا هلا هلا. وينهم ما أشوفهم؟ هنا جوا. هذه جدتي عيال، وهي ترى تحبكم وتغليكم يا أحلى متابعين عندي. إيش رأيك في سناباتها؟ حلو وخاص جدتي يا حليل. شوف شكل ذي سنابة. هذه جدتي انا قاعد اهمزها. الله الله بالبر يا عيال. ها اي اتابع ذا، يقولون انه يتيم وعايش مع جدته. لا يا بنت الحلال، اللي سمعته ان جدته غنيه وكتبت لعامر كل الورث حقه لانها تحبه. اها
هلا والله بالعيال، هذه جدتي الله يطول بعمرها مشتهية بامية وجبت لها أحلى بامية. ها جدة سمي. هلا والله بالعيال. أتحداك. وسختني يا عامر. أجل خلي الأكل بعدين يا جدة. يلا. السلام عليكم يا سيدنا بيون. شكو احنا فين دحين ابويا؟ احنا في تحس التحدي. ايوه شفتوا يا سيدنا بيون زي الكباين. طبعا هنا الكباين هنا شايفين هذا القليل هنا؟ هنا انا الواطي، وهناك عشان في تراب كتير كتير الغريق. فاهمين كيف يا سيدنا بيون؟ يعني نفسه كباين بس ترابيه، وهذيك حقتنا مائيه. فاهمين كيف؟ عاد محتاج قفلوا له التلم. هاي شباب، اليوم بتكلم عن موضوع مره حلو. مصدقين والله اني خفنتكم. اقول لك ابكي، اقول لك ابكي ابكي، اقول لك ياهو خلوا يعطونا 500,000. اقول لك ابكي ابكي. ايوه اوكي 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 اوكي. لا تطلوني لا تطلوني. طيب لا تطلوني. نتفاهم تحت نتفاهم تحت. مجمعين عليه الشباب. اما ما عرفته هذا عبد العزيز من مشاهير سناب يا اخوي. صوره صوره. تعال نضيع وقتك مع هذا الاشكالي. تعال. هاي سناب شات. طبعا الحين انا في مصر ام الدنيا. طبعا الجو روعة عند الاهرامات ما شاء الله تبارك الله. طبعا في ناس يقولون اطلع دبي وناس يقولون اطلع لندن. ايش رايكم انتم، دبي ولا لندن؟ يما منس. لو سمحت، واحد ورق عنب، واحد مشاوي مشكل، واحد سمك. وقفي وقفي، ايش فيك؟ وين رايحه انت؟ علبه المويه بثمن ريال، اجل غدا هنا بكم؟ فشلت. ثانكيو ثانكيو. باي باي ثانكيو. يلا السياره قومي. جدتي جدتي. ايوه الله يهديس. بس وانا قاعد ادور اسم اليوم. هلا بالزقرد اللي يسأل عن جدتي. الحين بالحمام تقضي حاجتها شويات وتطلع. يا اللي ظلمتونا خاف الله خاف الله خاف الله خاف الله. ومين ضرب الدسكة؟ شنبو طار شنبو طار. ايش الهرجة؟ ما عليك يا شيخ، البنزين خلص. ايش الحال طيب؟ سنابة سنابتين نخلص الهرجة ما عليك. سلام عليكم يا سيد ابويون. طبعا كما ترون نحتاج وقود، انقطع البنزين عندنا. نبغى بنزين ما سمعت خير. احنا في السبيمة ما عندنا بنزين. بنزين 95 طبعا السعر فخمة كده شايفين. يبالها بنزين فخمة يا ابويا. هاي تعالونا على اللوكيشن ده في السبيمة. هاي سنابرز. طيب احنا تنوظيم باريس، وهذا برجيل في الورانا، وطلعين الشانز على العيال على الفر يا ولد. يوم منس. وبنعم بحقينا على السبيمة. انت بواحد واحد تسعين سدع من هنا سدع. كم ابو كم هذا؟ هذا لا خمسة ريال امسك منه. ايوه هذا طيب. هذا بكم هذا؟ كفو كفو خلاص الباقي. يلا مع السلامه. هلا والله بالسناب. انا الان مع جدتي قاعد افر فيها في الرياض. رحنا للتحليه والثمامه. هاي جده وش تقولين لهم؟ الله يحييهم. وش فيك يا جده؟ جده بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيس يا جدة؟ سلامات سلامات. رجعني البيت. نسيت نسيت تورّبوا. بسم الله عليك. ما تشوفين شيء. انت سناب انت جدة انت جدة. هلا 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 والله بالسنابين. اتحداكم. هلا هلا بالعيال. هلا بالعيال. هلا بالعيال. اشتالي جدا جدا جدا.
السناب. هذول معجبين جدتي زي ما انتم شايفين هنا. اتحداك يا الجدة البطلة اركف ذيتك. يا حامد انزل يا ولد انزل انزل. السلام عليكم. سلام. وين العيال؟ والله دقيت عليهم ما حد رد علي. كيف كذا؟ من هذا؟ ما تعرف هذا؟ يا ولد عبد العزيز ولد جيراننا في جدة مشهور صح؟ ما اعرفه. ايه عبد العزيز ده ولد عرتنا في جدة اشهر مشاهير السناب. ما اعرفه. كابتن انا نار على علم من الدجاج على الفحم قال ما تعرفني. الحمد لله بس. يا ابوي مقاطع الطقطق الونس المعشات تبغى مزمار في اي حاجة تبغى فيه هذا اللي يقول حتنقبر. اه حتنقبر. ما اعرفه. مشينا يا شيخ مشينا. أهلين سعد. هلا حبيبتي. تمام والله أنت كيفك؟ صدق والله؟ افتتحوا؟ أنا أنتظر الافتتاح من أول عشان أنزل عنه سنابات. إيه عشان كذا اليوم أنا كلمتك. أبي أعزمك نفس هذا المطعم اليوم. صدق والله؟ حبيبتي أنت تسلمي لي يا عمري. كلك ذاق. إيه بس بشرط. سمي وشو يا عمري؟ أبيك تنشرين حسابي عندك. خلاص اوكي ابشري حبيبتي ولا يهمك من عيوني. اوكي خلاص حبيبتي سر ساعة ومر لك. والله حرام والله حرام العيال ما جو. في احد يفوت الاجواء الخيالية هذه؟ والله وشايح على الخشب بيدنا وحركات اقسم بالله يعني حماس. الحطب الحطب قصدي على الحطب. والله مرة حماس على الاجواء صراع ولا لا يا ولد؟ ياهو. Yes. اخيرا. Thank you. Here please. Thank you. Thank you, ma'am. Welcome. واو يم يمي اخيرا جاء الاكل شكله مشهي مره. شكله يجنن. هذا الاكل من جد يبغى له صوره. اي بس لا تنسين اتفاقنا انشرين حسابي عندك بالسناب شات. اي عادي ولا يهمك بس عادي تطلع صورتك. اي اي عادي طلعيني كل مو مشكله بس اهم شيء تخبطين على وجهي لا يطلع. ابشري. أنا هلي بمحطة يا شيخ. شوف شوف المزة شوف الزين. آه يا ناس وين مزة أنا ما أشوف شيء يا صورة مغبشة. صاحي أنت حنا الحين في تطور في برامج تشيل الشخاميط هذه. دقيقة وريني إيش رأيك؟ إيش رأيك قل لي؟ وديني ما يمديني. آه يا قلبي بالله أرسل لي الصورة دي دحين. الحين الحين من عيون الزرق أرسل لك إياها ودايركت على جروب. أحتاج لك يا معلم. دقيقة الحين بتجيك متابعات بالهبل. حماس بتشوفين. اخوي هلا والله. سعاد انت مصوره نفسك بالسناب؟ وشو؟ اقول لك مصوره نفسك بالسناب؟ اي عادي صديقتي نوره قالت ابي اصورك وكذا عادي صورتني وشخبطت على وجهي ومو باينه. الا باينه ونص وجهك باين فضحتينا بين الناس الله لا يفضحنا. اشوفك قدامي في البيت والله لا اذبحك. يلا وش فيك؟ طيب الحساب مين بيحاسب؟ الحساب بشرنا يا دكتور. يا جماعة مش قادر أخبى عليكم وضعها حرق قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يقومها إن شاء الله بالسلامة. آمين آمين. لا تشيل هم يبا أنت تعبان وسهران راح ريح وأنا بقعد عندها. خلاص أجل أنا بروح هناك وأريح وبتصل بك تلفون أول بأول. لا تشيل هم لا تشيل هم. يعطيك العافية. كم عندنا من جدة ما في إلا غالي. الله يخليها لنا إن شاء الله. الله يخليها لنا. هلا بالسنابيين. أنا الآن في المستشفى عند جدتي للأسف حالتها خطيرة. أتمنى أنكم تدعون لها. دعواتكم لا تحرمونا منها. الحين يجي أحلى عشاء يا لد. لو سمحت ماني عارفة شو أقول لك يعني بس أنا نسيت فلوسي في البيت. عادي لو جيت يعني دفعت الحساب بعدين؟ لا آسف الحساب دلوقت يما بلغ الشرطة. حلو لا تبلغ الشرطة ولا شيء، حسابها عندي. سم خذ حقك. شكرا. عفو. مشكور الله يعطيك العافية، ما أبي أكلف عليك. حصل خير، الموضوع ما يستاهل وهذا أكلتي، إذا احتجتي أي شيء الله يحييك. أخ والله حقه تدري مع الأجواء الفانتاستيكية دي نضرب لنا المصاقيع ما أدري مطازيز ها ومع ذاك الفضع إيش تفكك يا شيخ وتدفز بالعيش الحب.
تاكل؟ ايش جوك انت؟ ناكله هنا؟ ايوه هنا. عاد تحسب فكرناش تبغى ولا لا؟ قول ايوه ولا لا؟ ايوه. واحنا من فين نجيب هذا؟ مالك صلاح انت تبغى ولا لا؟ قول ابغى ولا لا؟ ايوه. طاس دحين اخرج لكم ارجع اجيب لكم مطازيز على كيف كيفكم. مرحبا سنبشات، طبعا اللي يجيب لي مطازيز بالفقع اليوم حنشر حسابه. دحين احط لكم الموقع وابغاكم تجيبوا لي مطازيز الفقع يا سنابيوني يا حبايبي، اوكي؟ بالسناب كل شيء مستجاب، دقائق ويجيكم مطازيز يا شباب. كبير حتنقذ. هلا بالسناب. كويكلي كويكلي جدتي بالدقائق الاخيره، تكفون ادعوا لها دعواتكم لها. هذا لما تابين حقين على طول اتصل نسي. والله والله النعم والله النعم سبعه نعام والله يا بها يا برقابه مال الرجاله كفو. هذا المطازيز اللي طلبتها في السناب بالفقع ولا فقعك؟ لا بالفقع حبيب. اشكرك بعنف والله. عاد تكفى تنشر حسابي بس اسوي لك احلى فلفلو. تسلم ما تقصر حبيبي. طلع جوال من جوبتك انبش يا والله. ابشر حبيبي. هذا جوالي غالى طلب رخيص يا مدير. خلاص امورك منتهيه. تسلم ما قصرت. الله يكرمك حبيبي. الله يعطيك العافيه. طب قدر تبغوه ولا لا؟ تسلم ما تقصر خذها لك. اخذ قدر كمان. حياك يا ابوي. تسلم. يلا خلي امي تفرح حبيبي. فيك الخير. مسكورين. شكرا يا ابويا. السلام عليكم. السلام عليكم. ها طلكم المطازيز ولا ما جبت لكم؟ ها اعجبكم ولا ما اعجبكم؟ هاي سناب انا في لندن توهكت يا عيال. ابوك ينصرك فزعتكم. الله الله يا بحط رقم حسابي هنا وبيكم كلكم تتحولون يا عيال عشان ارجع السعوديه. الله الله يا اهل السعوديه ديرتي الفزعه. حاولوا حاولوا يا عيال. ارسلوا المخفان ذول خربنتكم يا شيخ. هيا رجع المصايب راح المستشفى. بطني يمغص يا ناس بطني يمغص. حسبي الله على راعه متازيز دي حقتكم. وكله منك مكنتنا. يبالا انا غسل معده دحين. سنابي ومتابعيني سنابي ومتابعيني. هيا كفته مستشفى. ويوم بطني يمغص يا ناس. الله يقطعك انت والمتازيز حقك هذا. اه ساتر يا اسطى. هاي سناب توني طالع من الحمام واخذ لي شاور جامد. ودي كذا غير ستايل شعري. وش رايكم؟ هذا المقطع بدايه لطريق الشهره. طالع الف بالسياره والف الرياضه كله بمزاجي. الف الرياضه كله بمزاجي. ايش هذا؟ مجنن الناس وليش؟ شوف 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 جلال مهبول يمشي في الشارع مفصخ. اوف 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 بكل ثقه بعد. مره مو بصاحي ذا. والله ذا منتي يمين بالله. وبقوه. هاي منتي كدوش ما دريت عن كفته امسك بسبه سنابه. يا رجال داري اللي بينطرح يا رجال. انا الحين مستغرب ليش ما مسكوك انت؟ علم ان سنابات كانت ادى منه ومن ياسر. انا يا حبيبي اصور في البيت اموري في السليم. ما اصور زي العالم في الشارع كذا بنكفص سريع سريع. تعلم انت وياه مني تعلم. حياكم الله تفضلوا تعشوا. لحظه لحظه لا حد يمد يده. هاي سناب زي ما انتم شايفين هذا عزا جدتي وهذول الضيوف. دعواتكم لها بالرحمة الله يرحمها. الحين خذوا راحتكم. أركب بديتي. عندنا شباب البر.